استاذ كيف لقيتي مزيان؟ قلت لنا كي دوزنا الثاني، وانا صراحه ما بغيتش نهضر في الجروب. بالنسبه للاستاذ هو اللي زعما كامتحان تحط سهل، ولكن مهم جاوبت على داك الشيء اللي عرفت. ولكن كاين استاذ واحد الحاجه هي النقله، كاين استاذ النقله بزاف، خاصه انا كندوز في الامل. ما نعاودش ليك الزاد، والله كتلقى الزاد واحد ما عمرو ما خدم شي حرف، ونقل كلش، نقل دالة مرسومة مقادة مع المتتاليات مع التكامل، كل شيء منقول. واحدة صاحبتي يعني تجربة شخصية، ما عاود لي حتى شي واحد، نقلت البارح لونجلي برايتين، ما تعرف شنو هي ديال الدروس، وشي حد النهار قلت المات كامل، والفيزيك حتى هو سد محلو ما نقلو فيه. وانا صراحه البارح فاش البارح تعصبت بزاف على حسب الفيزيك فاش نقلوه، وطحن المورال وصافي عييت بصح. شفت ديك العيشه المثاليه ما بقيتش كنهبط، حيت كنت فريمون في التالي عييت وصافي، وبقى فيا الحال وكمل عليا كملوا عليا هاد النار فاش جبتهم نقلوا الماطو اهم داك التكامل، ما عرفتش نجاوب عليه، صافي تعصبت. مهم السادة كل شي في الله، وكل واحد غادي يلحق المكتاب ليه، وهذا الشي اللي كاين.